اهتمام كبير من وزارة التعليم لخلق بيئة تعليمية وتثقيفية في الإجازة الصيفية تتناسب مع كل الفئات العمرية والمراحل الدراسية والمستويات التعليمية. هذا البرنامج يشارك فيه 200 طالب وطالبة من أبنائنا الموهوبين. هذا البرنامج سبقته عدة خطوات وإجراءات تم على إثرها ترشيح أبنائنا الطلاب والطالبات. يركز على تطوير مهاراتهم وتسليحهم باللي يحتاجونه بحيث أنهم يحصلون على القبول في أفضل 30 جامعة في العالم. البرنامج كذلك ليس برنامج وقتي، هو بيستمر مع طلاب الأول ثانوي إلى ثالث ثانوي بكل صيف، واحتمال يكون كذلك في برنامج مستمر أثناء العام الدراسي تكون في آخر الأسبوع، يمكن كل أسبوعين بيكون في برنامج لهؤلاء الطلاب. برنامج طموح، والذي يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة أرامكو السعودية، ويقام في 3 مدن سعودية: الرياض وجدة والدمام، والذي يهدف إلى منح الطلاب والطالبات الموهوبين الذين أنهوا الدراسة في الصف الثالث المتوسط حتى الصف الثالث الثانوي الفرصة لتنمية مواهبهم الفكرية من خلال برنامج تعليمي مكثف يتسم بالتحدي والإبداع. الحين في الإجازة الصيفية ودخلنا برنامج الطموح اللي هو من أرامكو عشان نطور مهاراتنا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية. برنامج طموح الآن جالس يأهلنا لاختبار الآيلتس اختبار السات عشان يسمح لنا إذا جينا بنبتعث يقبلونا الجامعات برا السعودية. نتدرب على أشياء كثيرة، منها أن اختبار السات. اختبار السات هذا اختبار عن الانجليش والماث. استفدت كثير، خاصة اني احب الرياضيات، فعطوني هنا استراتيجيات كيف انك تحل مسائل الرياضيات في وقت اسرع واقصر وبطريقة علمية. بالنسبة للايلتس اعطانا استراتيجيات كيف انك تجتاز اختبار القراءة والاستماع وايش الاشياء اللي المفروض تسمعها عشان تطور مهارتك. تشتمل البرامج الدراسية لطموح مواد خاصة في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية وبرامج خاصة حول السلامة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تعريف الطالب بآليات القبول الجامعي والتخصصات الهامة لأعمال الشركات. So first we have to factorize the first and second equations. We have to factorize the first equation into x plus 4 x plus 5 x times x x to the power of 2 x times 5 5x plus 4x equals 9x and 4 times 5 will equal to 20. طموحي بإذن الله أن يكون مهندس كيميائي في شركة أرامكو. في قناة عين منيف الميهوبي الرياض.